مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله دوم تكونوا بالصحة والعافية. أصدقائي، أنا اليوم جيتكم بفيديو بيحكي عن فيديو ماضي سويناه من كم يوم أنا وريم برا في محل ألبسة بالسويد. طبعا مثل ما بنعرف نحن هون السويد دولة ديمقراطية على أساس هيك سمعنا، أوكي؟ فلما نحن عم نصور صادفتنا بعض الأشياء، وبتمنى منكم تتابعوا الفيديو للأخير وشوفوا. رح أحط لكم الفيديو اللي صورناه برا اللي ما قدرنا نكمله لأن كان في نوع من الفكاهة والضحك، أوكي؟ تابعونا وشوفوا الفيديو للأخير، بس لا تنسوا تحطوا الاشتراك واللايك وكومنت وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحييكم أنا مني مراد وريم، يلا بشوفكم بالفيديو الجاي، باي. المهم مراد اقول له امسك شو اسمه الموبايل وصور حتى مبين واضح، ما ياخذ اللي انستحي نفرات من ابو اللبلبي. على اساس انت وين كنت عايش؟ بين الملائكه؟ بين الغنم. يلا تعالوا ويانا. وين مراد صار قسم ال الرجال؟ وين؟ ايه؟ لك ها كله مع النسوان، تعال هنا. هاي شنو هاي؟ صدق كذب. وين ما الرجال؟ لك طلع من الملابس الداخلية هنا. دم 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 دم. لا عيب، ما يصير ناخذهم هنا، تعالوا. تعالوا ويانا يعني. تعالوا. مدري ليش الناس تسأل هي عودة وكانوا حاطين بيها موبايل ودهم صور. صدق كذب. لازم نسوي تحدي جراءة همين. نلعب الثاني من الكونتا. توك 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 توك. ما فيك فيل ما يبتيك. أوكي. سربي. مثل ما لكم شايفين حبايبي، قلنا لكم شيء كتير مضحك وفكاهي. بتمنى انه يكون عجبكم الفيديو. انا كل ما اطلع على الفيديو عن جد عن جد بتضحك وبتذكر كيف كان المشهد والناس كيف عم تطلع علينا وما بعرف شو. وانا كنت سمعان بأدناي انه في عم يقولوا يوتيوبر وان يوتيوبر كلهم كم مشترك، بس ان شاء الله يعني فيكم ان شاء الله بنكبر. يلا حبايبي.